رمضان على دوزان بنكات خاصة. سميتي نادية وانتي؟ حسنة. شرفي. هما المعلمات الجدادات اللي تعينوا عندنا في المنطقة. سر المرجان. أنا أساس على هاد القاعة اللي هي في الأصل مدرسة، وهاد اللافتة اللي كتشوف فيها ماشي ديالي، ديال فاطمة. هادي راها مؤسسة تعليمية ماشي مقاولة صغرى. المعلمة الجديدة راها مجهدة، هازة شوكتها مزيان. أنا في الأصل من لهنا. هي غير قلت لي حسنة بنت مرتاحة الله يرحمها، قالت لي والو خرج دخله. والله يا بنيتي يا حسنة، أنا ماماك الله يرحمها كنا الجورة الكبيرة. اللي يهمني هو راس الحرب. أول صفنا عندكم باش نتفاهموا. والله ما يقلع منهم حد غدوة لما نطردكم الكل. واش ما بغيتيش تكبر دير عقلك وتبا ما بقيتي كتحترم حد. مبارو ولا العدو ديال كلشي، ودابا بغي يشد معايا العداوة حتى أنايا. إلا ما عجبكش الحال شمر على ذراعك وخدم، تعلمتي بزاف في الفشوش. علاش ولدي كتهم باك حشومة عليك؟ ماشي هو السبب في الغريق ديالها. أنا عارف أش نقول أبا الرئيس. أنت ختيد بصح، ما عمرني نشوفك بحال مرا. لا لا العروسة، فقتي ولا مازال؟ واش ما كتشوفيش راسك في المرايا؟ أنا هنا في إطار النقيب على التلاميذ. النقيب على الفلوس قالها. من اليوم غنقاسمك غير مستر الحبيب. شو اسمك ياك؟ داك اللعب المسخ اللي كديري ما بين الراجل وولدو، بين من الطيارة. باش نشرك البولبو. هاد البركة، فرقيها على والدين الدراري، قول لهم نفس المبلغ يصرفهم كل شهر. اللي بقاو يجيو للخدمة. هاد الدراري خصهم يكونوا في المدرسة، ماشي خدامين عندك في المعمل. أسيدي أي دري وتلامذ كاملين عندهم الحق في التعليم وخا يكونوا مجهولين الأب والأم. وقولي ليهم ياسين وأمال راه عندهم فواهم. خالتي شي غتصر مع البحر. دوزان تجمعنا. رمضان كريم.